أول إشي رح نحتاج الكركم حتى أخذ اللون الذهبي للدجاج. رح أحط، رح أحكي بالنسبة للكميات، أكيد الكميات حسب كمية الدجاج اللي عندكم. أنا هون رح أتبل قطعتين بس، رح أعطيكم تتبيلة لدجاجة واحدة. ملعقة صغيرة من البابريكا، ملعقة صغيرة من الكركم، رح أستخدم الهيل المطحون نص ملعقة صغيرة، الهيل بيعطي نكهة كثير طيبة. رح أستخدم ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، بالإضافة للبهارات السبع ما رح أكثر، رح أحط تقريبا ربع ملعقة صغيرة لأنه أنا ما بدي لون الدجاج عندي يغمق، بس بدي كمان نكهة الدجاج تكون قريبة لنكهة الفريكة. ورح أحط هون ربع ملعقة صغيرة من القرفة. هلا هون رح أحط الملح والفلفل الأسود، هذا الملح بالإضافة للفلفل الأسود. هيك بهاراتنا صارت جاهزة، بحركهم مع بعض. عندي البهارات رح أحلها بملعقة من معجون الطماطم، الزيت النباتي، ورح نحتاج كمان هون عصير الليمون، يعني صراحة بيعطي نكهة وطعم كثير طيب. طبعا بنحلهم لأنه أنا في الآخر ما بدي يكون عندي الخليط سائل، التتبيلة بدي إياها تكون معي مثل المعجونة. الدجاج اللي استخدمته أنا هو الدجاج الكامل، ونمسكها ونضلنا نفرك فيها. بس الحلو أنت عملاها زي المعجون، يعني بتحسيها بتلزق أسهل ما تكون شوية لوس. الصينية اللي بدك تشوي فيها حطي فيها مثلا شوية بصل، يعني هاي المطيبات. هلا هون رح أحط بالصينية عودين من القرفة لأنه حطينا في البهارات، ورح أحط كمان كم حبة من حبات الهيل. بالنسبة للمي تمام، بدنا نحط تقريبا إشي بسيط من المي، يعني اسمع المي بدنا نحطها إشي كثير بسيط. طبعا المي الافضل لما تيجي تحطوها انها تكون عندكم مي بارده. هلا احنا الفريكه اللي بنفلفل فيها هي الفريكه اللي بتكون حبه كامله تمام؟ تمام. رح احط عليها اول إشي، رح نحط هون احنا البهارات السبع، رح احط معلقه صغيره تمام، شوي من الهيل، رح احط كمان هون شوي صغيره من القرفه تمام. الكركم راح ننزل هون كمان، الملح، راح احط توابل مرق الدجاج. بدنا نحط شوي من زيت الزيتون. تقريبا هون راح احط معلقتين كبار تمام، تمنه بنكهه الزبده عشان الفوائد، مو زي الرز بنضل نقيم ونحط لا. اوكي هلا هون هاي الفش اللي احنا بدنا اياها. هلا هون راح ننزل المي، أكيد المي عندي هون لازم تكون سخنة. هلا هون رح أحط مع اللبن بس سنثومة، وأكيد الكمية زي ما أنتوا بتحبوا. فهلا هون إحنا بننزل الخيار. هلا هون نزلنا اللبن المراعي، بعديها رح أنزل الخيار، شوية نعناع على الوجه. في ناس كمان بحطوا نعناع جوا صح؟ نعم.